على وقع أخبار المجاعة التي اجتاحت مديرية الأزارق في محافظة الضالع، كانت الرحلة صوب هذه المديرية النائية. فالصور الفوتوغرافية المنتشرة في الصحف والمواقع الإلكترونية لا تنقل إلا قمة جبل الجليد الواقع المر في قرى منسية تماما من حسابات الحكومة ومن جداول منظمات الإغاثة التي هبت مؤخرا بعد وقوع الكارثة. وعورة الطريق كشفت أحد أسباب المأساة، فكل المشاريع الخدمية تعثرت بهذه العقبات الصخرية وبفساد الحكومات المتعاقبة. طريق المياه كلها يعني تعب، المياه تدول ماء من أسفل الواري، نساء فوق النساء فوق الحمير، والطريق مكسر يعني تتعب السيارات، أيضا مع الغلاء غلاء الأسعار ولهذا تسبب مجاعة. تتصاعد الخطى الاستكشافية رويدا، فيتجلى تكوين المديرية المترامية الأطراف على حدود 3 محافظات في تقسيم إداري أغفل كافة المعايير التنموية. نحن هنا على قمة جبل في قرية قصابة وبراط، أعلى وأبعد القرى في مديرية الأزارق التي تعاني من المجاعة المعروفة. وصلنا إليها بعد رحلة شاقة من مركز محافظة الضالع، وسنزور بعض الأسر التي فيها حالات سوء التغذية لتتضح الصورة. في حقب سابقة كانت هذه الجبال والأودية سلة غذائية للبلاد، لكن تحولات المناخ وانعدام مشاريع المياه جعلت قرى مثل بورات وعواس والحقل ظامئة الأرض والأجساد المعلقة في مهب الجفاف. في هذه المنازل المتعففة يتوارى عن أنظار العالم وضميره أطفال دفعوا ضريبة الحرب وأزماتها لتجتاح أجسامهم الناحلة من سوء التغذية أمراضا شتى، دون أن يجدوا مراكز صحية ولا غذاء يصلهم في ظل ارتفاع جنوني للأسعار. أما غذاء الدعم فتتضح بسؤاله أكذوبة الإغاثة، فلم يصل إلى هذه القرى منذ سنوات أحد من المسؤولين أو فرق المنظمات التي تكتفي بالوصول إلى المدينة والقرى القريبة منها، فيما تذهب جل السلال الغذائية إلى مخازن المسؤولين المتهمين بالإتجار في جريمة تمر هكذا دون حساب أو عقاب. لا عندنا لا حكومة مثلا تطلع لعندنا، ولا مسؤولين ولا مندوبين مثلا يتبعوا لعندنا يدونا سلة غذائية ولا يتابعوا علينا، ما بوش. هكذا يكون نزول السيارات صعبا كالصعود على المرضى وعلى الحالات الإسعافية الطارئة. في الطريق إلى المدينة نمر بمديريات أخرى تقول الأخبار أنها دخلت في خارطة المجاعة وسوء التغذية لتصبح المحافظة الأولى في التحرير من حرب الميليشيات منكوبة بالكامل. آدم الحسامي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.